السلام عليكم، من صفحة منتيون أسم النوري معكم إيمان قيسون، والحلقة الأولى من معبودات مصر القديمة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن أول معبود، واللي هو اسمه أبيس حيبو أو حب. أبيس حيبو أو حب هو المعبود الرئيسي ورأس ثالوس الإسكندرية، هو رمز الخصوبة والإنجاب في منف، وكان مظهرا من مظاهر العبادة في منف حتى نهاية التاريخ المصري القديم، ويصور في شكل ثور أو رجل برأس ثور، وكان يتم اختيار الثور المقدس وتربيته في حظيرة خاصة إلى جوار معبد بتاح في منف. وقد ارتبط أبيس بالمعبود بتاح والمعبود أوزير ارتباطا وثيقا، فلذا نجد بعض التماثيل التي تمثل أوزير أبيس في شكل مزدوج كما في الصور المرفقة. وكانت هناك جبانة خاصة بدفن الثور المقدس في سقارة تعرف باسم السرابيوم، وكانت هناك طقوس واحتفالات خاصة أثناء دفن الثور المقدس، وكان الثور المقدس الذي يرمز له بأبيس يتم اختياره وفقا لضوابط وشروط خاصة، ثم يعني به في الحظيرة المقدسة حتى إذا جاء أو فارق الحياة دفن في مشهد مهيب وطقوس جنائزية خاصة، ثم يخلفه غيره في احتفال كبير يحضره كبار كهنة أبيس. وكانت عبادة أبيس ذو أهمية كبيرة، لذا حاول اليونان الدمج بينه وبين معبوداتهم لتوحيد ديانتهم بديانة مصر القديمة. وبكده نكون خلصنا أول معبود وأول حلقتنا النهاردة. يارب يكون المحتوى بسيط وعجبكم، وإن شاء الله استنونا في حلقة تانية مع معبود تاني. كان معكم إيمان من صفحة منتيون السمنودي، السلام عليكم.